ممكن حضرتك تكلمنا عن تشوهات الأنف التجميلية والوظيفية؟ طبعا هو ممكن التشوهات الأنف فيها في جزء منها من الممكن ان الانسان يولد بيه، يعني ممكن الانسان يولد بمشاكل وتشوهات في الأنف. على سبيل المثال من الممكن ان تكون في فتحة اقل من الفتحة الثانية، من الممكن ان يكون في غياب لبعض اجزاء الأنف. احنا عارفين ان الأنف ليه شكل خارجي وليه اجزاء داخليه، من الممكن ان يكون هناك غياب لبعض الوحدات للانف سواء من الداخل او من الخارج، مما يؤثر على الوظيفه وعلى التشريح المثالي للانف. احنا عارفين ان الانف مهم جدا ويعطي شكل تجميلي بالنسبه للانسان وفارق في الانطباعات والتأثر الآخرين بهذا الشخص، وفارق في التكوين الشخصية في نفس الوقت برضو. ولذلك هذه التشوهات من الممكن ان احنا مهم جدا ان احنا نتفهمها وندرس أبعادها ومشاكلها بالنسبة للمريض وتوضع الخطة المناسبة للعلاج. التشوهات برضو من الممكن أن تكون نتيجة إصابات، نتيجة حوادث، كسر في عظام الأنف، نتيجة خلع في الحاجز الأنفي، نتيجة نزيف من داخل الأنف. كل ده من الممكن أن يؤدي إلى تشوهات في الأنف. من الممكن أن تشوهات الأنف تأتي نتيجة بعض العمليات الجراحية اللي حدثت بها مضاعفات أو حدثت بها مشاكل. برضو من المهم جدا أن احنا نقدر نشخصها بشكل دقيق ونتعامل مع هذه التشوهات بشكل دقيق. حك قلت لي نقطة مهمة جدا أن احنا لا نكتفي بالشكل الخارجي للأنف، لكن معرفة الوظيفة. يعني على سبيل المثال أي تشوه للأنف يكون دائما مصحوب بمشكلة في الوظيفة، ولذلك الأنف بما أنه الجزء الأول للتعامل مع الهواء القادم من الخارج لكي يحدث نقلة من الهواء لدخوله إلى الرئتين، عملية الترطيب وعملية التدفئة والتخلص من الأجسام الغريبة، فوظيفة الأنف مهمة جدا 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 من الناحية الصحية للإنسان. شكرا جدا لحضرتك.